قضية الشهداء، قضية الشهداء والجرحى، ومحاكمة كل من شارك في اغتيال خيرة شبابنا بالأمن والتنفيذ. الأخ الوالي، نحن نسمع ولا نرى، فإن كهرباء سد الحمدان ستصل لكل المدن والقرى على امتداد ولايتنا، والعمل قد قطع شوطا كبيرا في كل المحليات على محليتي دنقوة وحلفة، علما بأن انطلاقة الخير إن شاء الله في أكتوبر القادم. وعليه نرجو أن نلحق الرب والنوبة لهم وثر حي، والنوبة لهم وثر حي، وارتجوا كفا لجوم. الله أكبر، الله أكبر. والنوبة لهم وثر حي، وارتجوا كفا لجوم. فنحن الأخ الوالي جزء من الجدول الذي يسوق الحوض. الأخ الوالي، المواصلات عصب الحياة. نحن هنا لا ننكر فصل الإنقاذ، لأنها بطريق شريان الشمال قد فصلت المسافة بيننا وبين العاصمة القومية من بضعة أيام إلى بضعة ساعات فقط. أيها الوالي، فقط الأخ الوالي، نحلم وننتظر اكتمال الطريق من دبنا إلى حلفة مع وضع الاعتبار إلى الألسنة التي تربط القرى بالطريق. الأخ الوالي، في مجال الاتصالات لا ننسى فضل سوداتل في ربطنا بالعالم، ولكن شبكتها لم تغطي كل أنحاء الوحدة، حيث المناطق الجنوبية شرقا وغربا لم تتح لها نصيب من هذا الفضل. سيادة الوالي، إنسان هذه المنطقة مجبول على مواكبة ما يدور في الداخل والخارج، ولم تتح له ذلك بالكامل لعدم تغطية هذه المنطقة بالإرسال التلفزيوني، والناس في مناطقنا يجعلون الكثير عما يدور في أرجاء السودان المختلفة من تنمية وعمران. ونود أن نشير هنا إلى الإعلام التنموي في كل المستويات، وأنتم أدرى بتأثير ذلك على توجهات الجماهير. عليه نرجو الاهتمام والعمل على تغطية هذه المنطقة بالإرسال التلفزيوني، وخاصة أن الإرسال الإذاعي والتلفزيوني من دنقلة لا يغطي المحليتين حتى الآن. الأخ الوالي، من المعلوم أنه يوجد اتجاه لتفصيل الظل الإداري، ولكن هذه الوحدة تنقصها وحدة مساحة، والأهل يعانون الكثير من هذا الجانب. وأيضا هذه الوحدة بها ثلاث سيارات متهالكة لا تحتمل تضاريس المنطقة الوعرة. وعليه نرجو من سيادتكم تزويدها بسيارة جديدة وصيانة ما بالوحدة من سيارات، كما أن هذه الوحدة من الوحدات الوليدة التي تنقصها الأساسات الكافية. فعليه الأخ الوالي، نرجو من سيادتكم مراعاة هذا الجانب، وبحمده تعالى تم تخصيص مباني خاصة لإدارة التعليم الأساسي كما ترونها أمامكم. وعليه نلتمس من سيادتكم التكرم بأمننا بالأساسات اللائقة. الأخ الوالي، هذه الوحدة أيضا تعاني من نقص في الكوادر العاملة. الأخ الوالي،
لتعزيز التواصل بين هذه الوحدة وحاضرة محلية بالبركة. نرجو كريم تفضلكم بتخصيص معدية لهذه الوحدة. الأخ الوالي، في مجال إصلاح البيئة هذه الوحدة تعاني في القوى العاملة من عمال النظافة، كما أنها في حوجة ماسة لعربة نقل النفايات. كما نرجو من سيادتكم العمل على تأهيل المراكز الصحية والشفخانات على نطاق الوحدة ومدها بالكوادر الطبية اللازمة. الأخ الوالي، لا شك أنكم تعلمون شح الموارد المالية لهذه الوحدة، وذلك نسبة لقلة عطاء النخيل الذي يعتمد عليها سكان هذه المناطق. وعليه فإن هذه الوحدة تعاني من مديونية تبلغ 25,000 جنيه عند المالية و 47,000 جنيه من مال الأمانات. وعليه نرجو كريم تفضلكم بحل هذه المشكلة، كما نرجو مراعاة هذه الوحدة في البديل النقدي ومال التسيير. عفوا على خلوان مطالبنا كثرت ولكنها ملحة. المناطق في جنوب الوحدة تخترقها خيران وأزية تقطع على شبه جزر تعاين أمرين في موسم الفيضان، والحل في ربطها بجسر في منطقة شرقفات. كما نرجو تكملة الكبر الثاني في منطقة أردوان حتى تكتمل الراحة لأهلنا بجزيرة أردوان وما جاورها، ولا سيما لتسهيل وصول التلاميذ إلى المدرسة. الأخ الوالي، بالعلم والإيمان الناس مثلهم لم يقدمن على جهل وإقلال. في هذه المدرسة، في هذه الوحدة، مدرسة سالمية للبنين تأسست في العام 1978، وهذه المؤسسة تعاني في السنوات الأخيرة من الآتي: تحول معظم الطلبة إلى مدارس أخرى بسبب نقص الكوادر العاملة في جميع المساقات، كما أن البيئة المدرسية تحتاج إلى تطوير خاصة الوضع الداخلية، كما أن المدرسة تحتاج إلى وسيلة حركة. الأخ الوالي، لعب فتح مستشفى بري دورا كبيرا في راحة مرضى هذه المنطقة شرقا وغربا، ولكننا نحتاج إلى ترفيع المستشفى حتى تتم الراحة الكاملة ومدنا بعربة إسعاف وسيارة جديدة للطبيب. وأخيرا الأخ الوالي، ندلف إلى جانب هام يتعلق بعقيدتنا، وهي العناية بالخلاوي القائمة وفتح خلاوي جديدة ودعم هذه المنطقة بالمرشدين والدعاة فقد الاهتمام بدور العبادة. وفي الختام نتمنى لكم التوفيق والسداد بإذن الله. الله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. الجو الكريم يتواصل هذا اللقاء في هذه اللحظات. لكم التحية من مستشار حكومة الولاية الشمالية.